السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريكا. نحب نرحب النهاردة بالأستاذ إبراهيم حسن صالح اللي هيكون معانا في الورشة المسؤولة عن تقنيات التحقق بالوجه في التعلم التعليم. الأستاذ إبراهيم حسن صالح هو متخصص في التعليم الإلكتروني، تخرج من كلية التربية جامعة حلوان قسم تكنولوجيا التعليم، عمل في مصر في مركز تطوير التكنولوجيا بمحافظة الغربية، ثم في قسم التعليم الإلكتروني بمدارس الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحاليا بيعمل في شركة كلاسيرا العالمية لأنظمة إدارة التعلم منطقة الشرق الأوسط، بحيث إن هو بيعمل مشرفا لوحدة التدريب والجودة في التعليم الإلكتروني. له مشاركات عديدة في المؤتمرات العالمية للتعليم الإلكتروني، ولديه العديد من المقالات المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني. حاليا أنا هترك الميكروفون مع أخي الدكتور الأستاذ إبراهيم حسن صالح، ممكن يتفضل. مشكورا، نبدأ إن شاء الله. شكرا لحضرتك وأهلا بكم جميعا في الورشة الجديدة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. لو الصوت واضح يا جماعة اكتبوا رقم واحد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية طبعا بشكر دكتور محمد وبشكر مؤسسة إيميرج، وأيضا بشكر حضراتكم على حضور الجلسة البسيطة دي، وبشكره كمان على المقدمة والمجاملات الجميلة دي، وجزاكم الله خير. وإن شاء الله تكون جلسة كده جميلة وظريفة وخفيفة كده يوم الجمعة، ووسط الأجواء اللي بنسمع عنها في مصر. إن شاء الله الله يسلمكم جميعا، وتكون جلسة بسيطة ومعانا إن شاء الله ساعة، يعني نتعمق شوية في موضوع التحقق بالوجه، وكمان في موضوع يعني علاقته بالتعليم. طيب، نبدأ كده على بركة الله. طبعا اللي هيجي متأخر برضو أو اللي هيفوته جزء من المحاضرة أو مشاكل صوتية أو كده، ممكن إن شاء الله دكتور محمد يرسل لكم التسجيل لاحقا إن شاء الله. طيب، خلينا الأول في البداية نسأل سؤال بسيط جدا، يلا فكروا معايا كده شوية. هل يمكن تستطيع أن تصدر أحكام على شخصية معينة من ناحية الحالة أو الصفات من ملامح وجهه؟ يلا على الدردشة بقى إن شاء الله في جزء الشات، وأنا أعتقد إن حضراتكم يعني كلكم يعني تستطيعوا التعامل مع الزوم. يلا، هل تستطيع التحكم أن تصدر أحكام على شخصية من ملامح وجهه؟ طيب، يعني خلينا أوضحها لكم شوية. إحنا طبعا مشاركاتنا يا إخواني وأخواتي الكرام هتكون على الدردشة، وبعد كده إن شاء الله هنفتح المجال يمكن حتى المحادثات الصوتية أو كده، بس اللي عنده أي سؤال أو توضيح أو استفسار يكتبه على الدردشة. طيب، خلينا أوضحها لكم شوية. إحنا بقى النهاردة الجمعة، فعايزين يبقى الجلسة إيه، بسيطة شوية كده وخفيفة. يعني ممكن أحكم على واحد الأول البرزنتيشن باين عندكم، لو باين اكتبوا رقم 9، اكتبوا رقم 9 للبرزنتيشن باين. طيب، يعني ممكن احكم على واحد انه طيب او انه شرير من ملامح وجهه؟ يعني الشخص ده ممكن اقول عليه انه هو شرير، الشخص ده اقول عليه طيب، وبالمناسبة دول اصلا نفس الشخصين، هو نفس الممثل. ممكن انا لو شفت مثلا الدكتور محمد عبد الهادي او شفت ابراهيم صالح كده من وشه كده اقول ده طيب، ده شرير، ده محترم، ينفع؟ ممكن؟ يعني ممكن لو لمحت كده أو جبت برنامج حطيت فيه صور الأشخاص ممكن أحلل شخصياتهم؟ فكروا معايا في الإجابة وإن شاء الله هنوصل لها في آخر الجلسة إن شاء الله، لأن هو ده أصلا محور كلامنا عن التحقق بالوجه. طيب، خلينا نتنقل الشريحة الجاية وافتكروا السؤال ده. هل انا اقدر اوصل اصلا لمرحله ان انا اتحكم او اصدر احكام على اشخاص بالتقاط صوره ليهم او بالنظر حتى؟ طيب، في البدايه قبل ما نبدا الجلسه دي ان شاء الله يهمني ان انتوا تجهزوا كده شويه حاجات زي اللي انا مجهزها ده بالظبط، مكتبي على فكره حالا، مش حالا قوي يعني. اول حاجه لازم النت عندك يكون سرعته اعلى من 8 ميجا على اساس يبقى الصوت عندك ما يتقطعش او يفصل. بس اظبط البرزنتيشن شويه عشان نشوف الشات. تاني حاجة جهز معاك قلم
طيب في حتة راحت على الشمال، بس الكمبيوتر طبعا، وبعدين جهز القلم بتاعك لو في أي كتابة هتكتبها أو أي ملاحظات. رابع حاجة سماعة مناسبة. خامس حاجة زادك يعني كوباية الشاي بتاعتك، ميتك، البسكوت، العصير، على أساس ما تتحركش كتير خلال الساعة دي. تليفونك على الصامت، وفي أبليكيشن مهم جدا اسمه فورست ممكن يديك الميزة دي إنك تخلي تليفونك صامت تماما حتى من المكالمات بس لمدة الساعة دي. ها، وآخر شيء كده عام لازم نحط نفسنا بيه، يلا توقعوا إيه هو الشيء السابع ده؟ توقعوا كده في الدردشة. خلاص أنا معايا كوباية شاي، ومعايا كمبيوتري، ومعايا سماعتي، ومعايا إنترنتي، معايا إيه تاني؟ البيئة. ممتاز. يلا أنا عايزكم يا جماعة تشاركوا كلكم، إحنا عددنا كويس، سارة هو 17، ممتاز. ها، سياج من التركيز. ابعد بقى عن أي مشتت. إبراهيم، الصوت واضح؟ طب الصوت بتاعي واضح يا جماعة؟ لو واضح حد يكتب لي يعني رقم واحد إن هو واضح. طيب أستاذ إبراهيم، حضرتك الصوت عندك واقف؟ شكرا لحضراتكم أستاذ إبراهيم. دقيقة واحدة، ممكن في مشكلة عند أستاذ إبراهيم، هيحاول يصلحها في دقيقة واحدة. آسف على العطل المفاجئ ده، دقيقة واحدة والأستاذ إبراهيم يكون معانا يا فندم. حضراتكم سامعيني دلوقتي؟ بس الأستاذ إبراهيم خرج دقيقة واحدة لأن كان حصل مشكلة في الجهاز، وهرجع تاني إن شاء الله على طول. لو سامعيني يكتبوا واحد بعد إذن حضرتك. لا، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت رجع؟ لو سمحت تمام، في رقم صوت واحد لو الصوت حضرتك كان رجع. يا استاذ ابراهيم، معلش بقى المشاكل التقنية دي لابد منها. أنا غيرت الشبكة. طيب
خلونا نكمل ونعتذر على انقطاع النت. شكرا. هنفهم كمان لو الصوت واضح كده والامور تمام، اكتبوا الرقم 8 لو سمحتوا. اعتذر جدا عن الانقطاع ده. طيب هنفهم كمان طريقه عمل تقنيات التحقق بالوجه، وهنعرف كمان ازاي نوظف التقنيات دي في العمليات التعليميه، واخر شيء هنعرف مستقبل تقنيه التحقق بالوجه. طيب نبدا بقى كده. طب هو ايه اصلا هدف او معنى التحقق بالوجه؟ تحقق الوجه يا اخواني الكرام بيتعلق بثلاث حاجات. اول حاجه تعرف على الهويه، يعني ان انا اعرف اصلا الشخص الموجود ده هل هو مثلا ابراهيم ولا خالد ولا احمد، صح ولا غلط، تمام. وتاني شيء، لا انا مش بس عايز اعرف هو ابراهيم ولا خالد ولا احمد، انا عايز كمان اعرف بعض سماته الشخصيه، يعني مثلا في الحاله التعليميه هل هو مركز، هل هو سرحان، هل هو انطوائي، هل هو مش عارف ايه. دي كمان من مزايا التحقق الوجه. والشيء الثالث التحليل والتوقع. انا مش عايز اعرف هل هو ابراهيم ولا احمد، ومش عايز اعرف هو منطوي ولا لا، انا عايز كمان ابدا احلل شخصيته من هنا. يمكن كان في يعني فوبيا كده في العالم كده من فتره، اللي هو الابلكيشن يمكن كان اسمه فيس اب او حاجه زي كده، اللي هو بيبدا ياخد الوجه وبعدين يحلله ويقول لك ده لو كبر في السن وحاجه زي كده. فهي دي الجوانب الثلاثة المتعلقة بموضوع التحقق بالوجه نفسه، إن أنا أقدر أعرف الهوية، وأقدر أعرف السمات الشخصية، وأقدر كمان أحلل أو أتوقع أشياء خاصة بالشخص ده. طيب إذا كان هو ده التحقق بالوجه، طب هو أصلاً بدأ إزاي وبدأ إمتى وتاريخه كان إمتى؟ مين يقدر كده يقول لي إمتى بدأ العالم أصلاً أو الإنسان يحاول، خليكم فاكرين كده صورة يوسف وهذه الأولانية خالص، يحلل الشخصية ويقول أنا عايز أعرف الشخص ده صفاته إيه كذا. فكروا كده معايا، إمتى بدأ الإنسان في التجربة دي، أو إمتى بدأ الإنسان يحاول المحاولة دي؟ يلا اكتبوا لي في الدردشة، متى بدأت أول محاولات الإنسان للتحقق من الوجه أو التحقق بشكل عام؟ في الدردشه يا اخواني. طب اللي ما يعرفش يقول ما اعرفش. طيب لو الصوت واضح اكتبوا لي رقم 1. ها من زمان. ما هو من زمان طبعا، بس انت طيب وهو تظيم ممتاز. طيب يلا انا عايز بقى ال 17 اللي معانا يشاركوا. اول محاوله للمحاولات توقع او تحليل الشخصيه كان الفراسه اصلا، وده علم معروف حتى عند العرب، اللي كان الانسان بيحاول يعني يبقى عنده كده فراسه. حتى في بعض الناس زي ابو بكر الرازي لو ترجعوا له بدا يعمل كتب او حتى الكتابات القديمه الاوروبيه كان كده بدا يقول لك ده الوجه مثلا اللي فيه صفات معينه من الحيوانات، يبقى هو مثلا عنده صفات ان هو قناص مش عارف ايه حاجات زي كده. وده علم معروف جدا عند كل الشعوب اصلا اللي هو علم الفراسه. لا هو الموضوع اتطور شويه بقى من موضوع الفراسه والاشياء دي، وبدا يبقى التعرف على الهويه ممكن بالتوقيع العادي، ان انا اعرف هل ده صاحب التوقيع ولا لا. والبصمه ده كان تطور ضخم جدا في موضوع التعرف، مش بس بصمه الاصابع، في بصمه للصوت، في بصمه للعين، في بصمه للدم، عدد دي ان ايه. فبدا برضو الناس حتى في الدراسات دي يمكن انتوا قريتوها، اللي هو مثلا بيقول لك تحليل الشخصيه حسب فصيله الدم، اللي فصيله دم او يتميز بالشهامه وحاجات دي، يمكن دراسات يعني معروفه وموثقه، وكانت نوع من انواع برضو ايه توقع شخصيه الانسان. وبعدين كده كيو ار، اللي هو كيو ار نفسه، الكيو ار نفسه لو في صوت يا جماعه اكتبوا رقم 5، اللي عنده اي مشكله في الصوت يتواصل مع الدكتور محمد او الشباب. في صوت اكتبوا رقم 5. طيب اللي عنده مشكله في الصوت يكتب بس على البرايفت للدكتور محمد. طيب كان الكيو ار، كيو ار كان تطور كبير. شوفوا كده انتوا لما تروحوا معارض او تشوفوا كده بتبقى في كيو ار، لو سحبت عليه كمان ممكن يجيب لك تاريخ حياتك. بعد كده بقى بدا موضوعنا النهارده اللي هو التحقق بالوجه، اللي هو موضوع علمي جدا بيتكلم عن الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه، ولكن بشكل علمي شويه، اللي هو التعرف على الهويه والسمات الشخصيه والتحليل. طيب لو عنده اي سؤال بالله عليكم اكتبوا لنا في الدردشه. طيب هل احنا ممكن دلوقتي نعرف
مقدمه او مبدئيا يعني ايه التحقق بالوجه بعد ما خدنا المقدمه دي؟ هو استخدام برمجيات معينه. البرمجيات دي بتساعدنا ان احنا نلتقط الصوره للوجه، وبعدين بناء على الصوره دي نتعرف على الملامح بناء على معطيات معينه وخوارزميات خاصه بيها، وبنبدا نطبقها بقاعده بيانات ضخمه علشان الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم من شويه: التحليل وتعريف الشخصيه والصفات الشخصيه. وده اللي هنعرفه دلوقتي بشكل مبسط، وهي دي التعريف نفسه، هو ان انا هاخد صوره الانسان وبعد كده هبدا اتحقق منها، وهي موجوده بشكل كبير جدا حتى على جوالاتنا، حتى على حاجات كتيره هنعرفها ان شاء الله. طب مراحل تطبيقه ايه؟ مراحل تطبيقه طبعا في كل شريحه بقى ان شاء الله من اول دلوقتي لحد النهايه هتلاقوا تحت هنا هحط لكم الايه الريفرنسرات بتاعتنا للمراجع اللي ممكن ايه ترجعوا لها لما تاخدوا البرزنتيشن ده ان شاء الله. بيمر بعده مراحل، فانت تلاقي المراجع تحت ان شاء الله. طيب اول مرحله بتبقى مرحله الكشف، وتاني مرحله بتبقى مرحله المحاذاه، هنعرف دلوقتي يعني ايه الكشف والمحاذاه، وبعدين القياس، وبعدين التمثيل، وبعدين المقارنه، وبعدين المصادقة. لو حد فيكم عنده على جواله خاصية فتح الجوال بالوجه يعني زي الايفون والحاجات دي، هو اصلا بيعمل الحاجات دي على طول عنده بشكل متداول. فخلينا ايه نعرف ازاي بتحصل كده ان شاء الله. اول حاجة الكشف. الكشف ان انت اصلا حتى في بعض الانظمة اللي في المطارات او كده بتأدي نفس المهمة دي بنفس السيكونس ده. اول مرحلة وهي مرحلة الكشف. طيب المراجع يمكن ناخدها احسن بعد البرزنتيشن عشان ما تعملش تشتت ان انتوا تطلعوا يعني بالمضمون، انما هي ان شاء الله موجوده. اول حاجه الكشف، انك بتاخد اصلا شخص من ما بين مجموعه من الاشخاص. طيب وبعد ما تاخد الشخص ده في مطار مثلا، لان من استخدامات برضو تقنيه التحقق بالوجه انها بتكون اجراءات امنيه، بتبدا المحاذاه. ان انت عارفين انتوا لما تيجي تاخدوا كده لقطه من الفون بتاعك او حتى في الفيسبوك عايز تعمل منشن او حتى في تويتر، يقوم عامل لك كده مربع حوالين الصوره بالظبط عشان تبقى عارف مين هو الشخص ده بالظبط، فدي ممكن نسميها المحاذاه. خلينا نشوف الدرجه. طيب خلاص خدت المحاذاه او خدت الاونلاين ده نفسه بقى، عرفت هو ده مين هو بالظبط، ابدا بعد كده اروح على خطوه ثالثه اسمها القياس. ان في برنامج خلاص خد المربع ده وبدا بقى يقسمه الى منحنيات وتعرجات، تمام. واحنا من شويه لما قلنا تعريف الفيس ريكوجنيزيشن قلنا ان هو قاعده بيانات اصلا، فهو طب افرض الوجه ده كان مستقيم شويه، طب افرض كان مائل، وعايز يقيسه بقى بالقاعده البيانات اللي عنده، فهو هياخد الصوره دي ويعمل لها قياس، يبدا يظبطها شويه ويحط على كل جزء نقطه كده علشان يقدر يسترجعها بقاعده البيانات اللي عنده. طيب خدت الصوره وعملت لها الالاينمنت، بعد كده التمثيل هيقوم محولها لمجموعه شفرات، مجموعه اكواد، الصوره نفسها هياخدها مجموعه اكواد. خلاص هو حول الصوره بتاعت الشخص ده بقت اكواد اصلا. هو البرنامج ده او النظام ده بيكون عنده قاعده بيانات، هيبدا بقى الصوره دي يقوم واخدها على قاعده البيانات بتاعته. هل هي موجوده عندي مطابقه ولا لا؟ طب مطابقه ادوني البيانات الخاصه بيه. وفي النهايه هيقوم جايب البيانات الخاصة بالشخص ده، سواء بقى كان مثلا في بعض المطارات صورة شخص ممنوع من دخول المطار وهكذا. هو ده السيكونس اللي بيتم في أي نظام للتحقق بالوجه، واللي بيمكنني إن أنا آخد صورة إنسان معين وأوصل بيها لداتا معينة، أعرف أصلا معلومات معينة عن الشخص ده. طيب الفيديو ده يمكن بيكون بيوضح لنا زي ما قلت لكم، هتلاقوا المصادر تحت بتوضح لنا التقنيه من شركه سيسكو، وشركه سيسكو بصراحه شركه رائده في مجال التقنيات الخاصه بالتحقق بالوجه. بس نشوف يشتغل. طيب حتى بقى لو ما اشتغلش عشان البرزنتيشن، يمكن ده يوريكم ان شاء الله لما تاخدوا البرزنتيشن ان هو بيشرح هنا ازاي التقنيات دي بتشتغل، وازاي هو بياخد صوره وبعدين بيطبقها من هنا، وبعدين بيطلع منها من هنا بقى ايه المعلومات الخاصه بالتقنيه. استخداماتها. طيب احنا عرفنا ان التحقق بالوجه ده عباره عن ان انا باخد صوره من انسان وابدا احطها في داتا وتطلع لي اي معلومات. توقعوا كده معايا بقى تقنيه بالشكل ده هستخدمها في ايه؟ يلا اكتبوا لي كده في الدردشه كده بشكل سريع.
تقنية أتحقق بها من وجه إنسان، ممكن أستخدمها في إيه؟ ذكرنا إحنا من شوية عدة أمثلة يمكن تكون موجودة في بيتك أصلا أو في التقنيات اللي عندك. أه ده أنا عايز أعرف بقى استخداماتها زي إيه. ممتازة يا ياسر، ازيك يا ياسر؟ الناحية الأمنية. طيب كويس يا ياسر، في التعليم في أخذ الغياب، ممتاز صحيح. في الامتحانات، كويس. ازاي في الامتحانات؟ خلينا نتكلم الأول كده بشكل يعني، ازاي في الامتحانات تستخدم تقنية زي دي؟ دخول قاعات الامتحانات الدولية مثلا، اشمعنى الدولية؟ طيب ممتاز كويس يا ناس، الإيماءات ممتازين، ملاحظة الانتباه والتشتت كويس ممتازين ممتاز. احنا بنتكلم بس انتوا دخلتوا فينا بحكم ان انتوا كلكم يعني ناس تعليميين، فكلكم دخلتوا على الاستخدامات التعليمية. احنا لسه على فكرة، احنا لسه بس هنتكلم عن التقنية كتقنية. بتستخدم في الأول طبعا في الحماية الأمنية، وفي كتير جدا من المطارات حتى وانت نازل اصلا على سلم المطار على فكره بيبدا ياخد الصوره بتاعتك ويبدا بقى يتحقق منها في قاعده بيانات كده، يعرف هل صوره الشخص ده اللي انا بصوره دلوقتي هل هو شخص مطلوب او هو كده. حتى في بعض الشوارع كتير جدا من الدول او شوف هو عنده قاعده بيانات اهو، اضاف قاعده بيانات زي ما اتفقنا. هو التقنيه دي يا اخواني عباره عن قاعده بيانات بتحطها في النظام، وبعدين بتبدا بقى تاخد اي عينه كده معديه وبتبدا مطابقه. هل الشخص اللي ماشي في الشارع ده هل هو مثلا مجرم، هل هو شخص معروف، هل هو كذا. بنتكلم لسه على التقنيات مش تعليميه، استخداماتها العامه. طيب وايه تاني غير الحمايه الامنيه؟ الترفيه يعني، يمكن الابلكيشن كان اسمه تقريبا فيس اب او حاجه زي كده، كان بيتكلم عن الترفيه ده بشكل بسيط جدا. هو على فكره ما كانش فيه تقنيه اصلا التحقق بالوجه، هو كان بيغيرها بالفوتوشوب وحاجات زي كده، مش حاجات يعني علميه دقيقه. الدليل ان انت لو جبت مثلا صوره ممثل او صوره شخص معروف وهو صغير وحاولت تدخلها على البرنامج وتشوف النتائج، صوره مثلا من الخمسينات او من زمن بعيد، هتلاقي النتائج مش دقيقه. فهو كان استخداماته للترفيه شويه، ان انت عايز ايه تعمل تعديلات على الفيس بس مش حقيقيه يعني بشكل كبير. طيب ومن الاستخدامات كمان الفون بتاعك، اصلا التليفون بتاعك او حتى الدخول بعض القاعات او كده، ان انت تقدر تفتح تليفونك بالتقنيه دي. ومن الاستخدامات العامه، احنا بنتكلم دلوقتي لسه على الاستخدامات العامه، ان انا كان ممكن استخدمه، واصلا الفيسبوك عمله بشكل اساسي يمكن من حوالي سنه في مجال الاعلانات الموجهه. يعني انت دلوقتي هتلاقي الفيسبوك اصلا في اوبشن كده هتلاقيه في السيتنج خاصه بالتحقق بالوجه، ممكن تقفله او ممكن تفتحه، خليوني يعني اختيار. لو انت فتحته هيبدا بعد كده يشوف ملامحك نفسها ويبدا يوجه لك اعلانات. اعلانات يعني ايه؟ يعني عارف مثلا ان ياسر صلاح مثلا ملتحي، فيبدا يوجهك مثلا اعلانات حوالين مثلا منتجات للحيه وهكذا. فايضا هو في مجال كبير جدا للاعلانات، وانا عايزكم تفكروا كده لحد ما ندخل من شويه على موضوع السلبيات والايجابيات. ايه رايكم في موضوع الاعلانات والحاجات دي؟ هل انتم شايفين ان هي سلبيه، فيها اعتداء على الخصوصيه، في حاجات زي كده؟ فكروا كده في النقطه دي لحد ما نجيلها ان شاء الله لما نتكلم عن هو اصلا التحقق بالوجه ده حلو ولا وحش؟ مفيد ولا مش مفيد؟ وهكذا. طيب دي كانت الاستخدامات العامه. طيب ايه المزايا بقى؟ فكروا كده معايا، مزايا زي دي. يلا بسرعه بقى شويه. المزايا اللي قلت لك ان انت تقفل جوالك وتليفونك وان انت في المطارات والحاجات الامنيه، هل فيها مزايا؟ هل حاجه كويسه جيده جميله؟ تقولي كده في الدردشه بسرعه. ما انا عارف انه نعم، بس ايه هي؟ اذكروا لنا مزايا السرعه. صحيح السرعه، يعني كان في بعض، انا شفت حاله من الاحوال كان في طفل صغير كده موقفينه في المطار ومش عايزين يدخلوا اسرته لان تشابه اسمه الخماسي مع واحد مطلوب. شوفوا اسمه خماسي مع واحد مطلوب امنيا، فطفل صغير واقف متعذب عشان التقنيه اصلا هي بالاسماء بس، حاجات زي كده صح ولا لا؟ خلينا ناخد كده المزايا بشكل عام. الامن العام طبعا انها بتساعدنا في الامن، موضوع الامن العام، السهوله انك ممكن تعمله مثلا في تطبيق برنامج، هنشوف كمان شويه ازاي في النظام زي موديل مثلا ممكن تعمل تحقق بالوجه لو طالب عايز يحل امتحان، لو طالب عايز لوج ان على السيستم،
بدل ما يدخل يوزر نيم وباسورد، هنشوفها دلوقتي. هو فعلا سهل جدا. الدقه في التعرف على الوجوه، هو بصراحه يوم عن يوم التقنيه بتتحسن اكتر، بحيث ان بيتدخل فيها كاميرات اشعه تحت حمراء وحاجه زي كده، بتحسنها شويه يوم عن يوم. ورابع حاجه مفيش عامل بشري اصلا، ده هو جهاز ممكن تعدي يثبت لك كده. فهي فيها مزايا متعدده جميله جدا بتسهل عليك او على المجتمع الاستفاده من الخاصيه دي. طيب وقت لو طبعا المراجع زي ما اتفقنا تحت فيس برضه اللي حابب يدخل. طيب اذا كانت هي المزايا، طب ايه هي السلبيات؟ هديكي شويه صور كده. كان ابني من شويه شاف الصور دي امبارح فبيقول لي يا بابا انت عندك النهارده تدريب حسين فهمي، هو متخيل ان انا هدرب على حسين فهمي. طيب بصوا للصور دي يا جماعه، يلا قولوا لي ايه هي السلبيات بتاعه التحقق بالوجه. لا هو اكيد في مشاكل تحصل. يلا كل واحد يقول لي على صوره بقى كده، يعني لو اتفقنا ان دي صوره رقم واحد، دي اثنين، دي ثلاثة، دي أربعة، دي خمسة، دي ستة. يلا كل واحد يكتب لي على الصورة كده ويقول لي إيه سلبيتها. ستة، ليه ما بيكتبش على ستة؟ طيب ستة اللي في الزاوية بقى خلاص. يلا يكتب لي واحد كذا، اثنين كذا. يلا بسرعة. ها حد كان بيتفرج على رامز؟ حد كان بيتابع كورة؟ طبعا اللي مش مصريين مش هيعرفوا أغلب الصور دي. التشابه رقم واحد، التشابه صحيح ممكن يكون في بعض التشابه خاصة ما بين الأبناء الأب وأبوه، أو خاصة ما بين الأخوان، أو أحيانا يخلق من الشبه 40. صح. التوائم يا عمرو رقم خمسة صحيح، توائم. يلا في معانا لسه اثنين وثلاثة وأربعة وستة. يلا يا إخوان اللي بيتابعونا يشاركوا معانا شوية. التغير الملامح، بصوا يا جماعة البعد ما بين العين والعين والانف دي من اهم الحاجات على فكره في الخوارزميات بتاعه التحقق. فلو واحد لبس نظاره هتعمل مشكله كبيره. عشان كده غالبا في المطارات او كده وانت داخل كده على الجهاز الخاص بالتحقق بيقول لك اقلع النظاره او اقلع حاجات زي كده. التنكر ممتاز، التنكر ده رقم ثلاثه رامز صحيح. ممكن واحد يتنكر في صوره انسان. طيب ما وصلناش لسه لرقم اربعه ورقم سته، توقعوا ايه هي؟ رقم أربعة ورقم ستة. رقم ستة، رقم ستة دي مشكلة كبيرة جدا واضحة هي جدا. واحد أهو بيحاول يدخل على النظام ولكن رقم أربعة، لا رقم أربعة يا حسين هي البيج داتا، بيانات ضخمة جدا أصلا. ده أنت قاعد في مطار عمال تصور فيديو وتصور صور، الداتا دي كلها أخزنها فين؟ برضه مشكلة كبيرة. طيب ورقم ستة؟ رقم ستة، طيب افرض واحد داخل على سيستم وبدل ما يحط صورته جاب صورة الشخص ده. التقنية دي على فكرة بيحاولوا يحسنوها، ان انا هفتح السيستم او هفتح تليفونك بصورتك مثلا، بس فيها تحسنات ان شاء الله هشرحها لكم، ولكن فعلا هي ثغرة برضه. ممتازين اللي شارك معانا، ممتاز. اللي ما شاركش بقى يحاول يشارك معانا كده قدر الامكان. اجملت لكم انا السلبيات او المعوقات فيها هنا، التشابه والصور الجاهزه، الخصوصيه دي من اهم الاشياء الخطيره طبعا سلبيات، تخزين الصور احفظها فين الصور دي، جوده الصور برضو ممكن الصور تكون غير جيده، يعني واحد بعيد قوي او كاميرا ضعيفه، زاويه المراقبه واحد بجنبه مش بزاويه يعني مناسبه مش باينه وشه كله، الوهج، ارتداء النظارات الشمسيه، الشعر الطويل، الاضاءه الخافته، ضعف الدقه، واستخدام الماسكات للتخفي. زي الصوره دي مثلا لو واحد تخفى جزء معين او كانت الاضاءه ضعيفه او هو مغير فعله كده، دي كلها هتؤدي ان الصوره ما تبقاش واضحه والريفرنس عندكم. طيب يا عم ابراهيم انت دلوقتي شرحت لي يعني ايه التحقق بالوجه وعرفنا معناه وعرفنا ازاي بيتم. طب ازاي بيتعمل اصلا؟ بيتعمل برمجيا، لازم يتعمل برمجيا، وفي يمكن ثلاث استراتيجيات مهمين جدا بالماتلاب وفي بالبايثون وفي بالراسبيري باي اللي هو عامل عارفين زي ايه؟ حد فيكم يعرفه؟ حد فيكم يعرفه اللي هو الراسبيري باي اللي هو عامل زي الريبوت كده يعني دايره كهربائيه صغيره فبتبدا تبرمجها والدايره دي نفسها بقى بتوصل بيها المايك، بتوصل بيها السماعات، بتوصل بيها حاجات زي كده. فانا برضو شرحت لكم يمكن هنا في الثلاث فيديوهات دي الحاجات التقنيه اللي بتستخدم في كل تقنيه من دول،
محتاجه بقى شويه تدخل برمجي، ازاي تبني قواعد البيانات، ازاي تبني الكود، وازاي تعرف كل صوره من الصور، وان كل مستخدم مثلا لو انت عندك مؤسسه او مثلا مطار وشاكك في واحد مجرم ممكن ياخد له عده صور بالجنب اليمين والجنب الشمال والحاجات دي. فانتوا هتكونوا في حاجه ان انتوا تدخلوا على الروابط دي، اللي حابب فعلا يدخل فيها برمجيا ويعرف ازاي اصلا التقنيه دي بتتعمل برمجيا باي برامج من البرمجيات دي. وان شاء الله لو في سيشن تانية او فرصه تانية نبدا نشرحها احسن بالتركيز شويه، ولكن مبدئيا هي الخوارزميات دي لازم تتبرمج بشكل برمجي قوي. وفي احيانا برامج جاهزه بالخصائص دي هنتعرض لها برضه النهارده ان شاء الله، انما الافضل طبعا انك تبني البيئه بتاعتك بشيء جامد. ممكن ان شاء الله نعمل فيها ورشه ان شاء الله. طيب التطبيقات التعليميه بقى، وهذا ما جمعناكم من اجله اليوم. طب انا عايز اعرف انا استخدمه ازاي في التعليم. انت قلت من شويه كده رز الحضور او المدرسه، يعني رز الحضور والغياب في المدرسه او في الحصه. في المدرسه يعني على باب المدرسه، والحصه يعني المدرس. كويس، وايه تاني ممكن استخدم فيه التقنيه؟ قياس نسبه التركيز. كان في حد منكم كده من شويه قال ان انا عايز اشوف اصلا انتباه الطلاب فردي برضو او جماعي. والدخول لانظمه التعليم الالكتروني، احيانا انظمه التعليم الالكتروني زي موديل او بلاك بورد او اي حاجه بيديك يوزر نيم او باسورد. طب في الوقت ضيع اليوزر نيم، في الوقت اتسرق منه اليوزر نيم، مش عارف حاجات زي كده. طب انا ممكن استخدم تقنيه زي دي كده؟ اه بالظبط، ممكن كمان تبرمجها باشياء بسيطه زي ما قلنا الموديل والحاجات دي، هنحاول نشوفها النهارده ان شاء الله. طيب والشيء الثالث او الاخير قلتوه برضو انتم من شويه، ان انا عايز اتحقق اثناء حل الاختبار المباشر او الالكتروني. يعني احنا عندنا في انظمه التعليم الالكتروني يعني يمكن او في الحياه كلها، ان انا عايز اعرف اصلا ابراهيم صالح ده هو اللي بيحل الامتحان ولا لا، سواء في قاعه جوه المدرسه او جوه الجامعه او في بيته. هي اصلا مشكله عامه مش بس في الليرنينج، مشكله ان انت طب مين اللي حل الولد في بيته؟ فممكن هل ممكن انا اثبت مثلا الكاميرا على الولد وهو بيحل وحاجات زي كده؟ دي اهم البرمجيات التطبيقيه فعلا، وهوريكم نماذج منها ان شاء الله في النص ساعه الباقيه. اول تقنيه تسجيل الدخول للمدرسه زي ما قلت لكم. في بعض الانظمه تديك يوزر نيم وباسورد. اوكي. فانت بدل ما يكون عندك، احنا كده ماشيين مظبوط. طيب اوكي. بدل ما يكون عندك يوزر نيم وباسورد زي انظمه كتير، هتلاقوا بقى انظمه كتير جدا، واللي عنده اي سؤال يكتبه في الدردشه يا اخواني. بدا خلاص يحط تحت هنا، عنده هنا بقى، عنده هنا الايه الخاصيه. معلش بقى الماوس دي غير مني. بقى عنده هنا خاصيه ان انت خلاص بقى عندك لوج ان ويوزنج الفيس اي دي. ممكن كمان تبرمجها على تقنيات كتيره زي الموديل، وهنا الشرح بتاع الخطوات ازاي ممكن تعمل في موديل خاصيه زي دي، بحيث ان انت فعلا ممكن كمان في موديل تدخل وتعمل تحقق بالوجه، بدل ما يكون عندك يوزر نيم وباسورد ممكن يكونوا صعبين او ممكن يكونوا تنساهم او حاجه زي كده. طيب تاني حاجة رز الحضور، ان انت عايز وانت داخل المدرسة بلاك بورد، مش عارف والله، بس بلاك بورد بقى ممكن بالماتلاب او الانظمة دي تبرمجها وتعمل لها مشاركة مع البلاك بورد، بس انا اللي جربتهم في موديل بصراحة. طيب رز الحضور في المدرسة يعني ايه؟ يعني ممكن على باب المدرسة امنيا انت عايز تعرف هل الولد ده اصلا هو في المدرسه ولا لا، فيبدا النظام كده يشوف بالكاميرا. لو هو موجود اتفضل خش المدرسه، لو هو دخيل لاي سبب من الاسباب هيطلعه. مش بس كده، مش بس الموجود او الدخيل يحدد الطلاب، لا كمان ممكن الطلاب نفسهم يبداوا وهم داخلين. ده برضو نظام اهو هندي من نفس الانظمه، هيبدا يحدد ان ابراهيم جه الساعه 7 وبياناته كذا. طبعا ده بناء على قاعده البيانات اللي واخدها والصور اللي واخدها، وزي ما اتفقنا ان هو في المدرسه هنا بيقوم اصلا قبل ما بيعمل السيستم بياخد الولد ده
وبياخد له مجموعة من الصور كده في عدة هيئات ويبدأ يستخدمها استخدام إيه حاجة زي كده، فيقدر كمان هنا يرصد الحضور أو الغياب بتاعة الطلاب في بداية اليوم، بحيث إنه يعرف إن أحمد جه الساعة 7 وفلان جه الساعة 8 وكده، عن طريق كاميرات بتكون مثبتة في مدخل المدرسة. مش محتاج بقى أنت تقول إبراهيم جه النهاردة ولا ما جاش يا أولاد، أحمد جه النهاردة ولا ما جاش يا أولاد. كويس، يلا عقبال كده ما نفتح الشريحة التانية، قولوا لي تطبيقات تانية ممكن نستخدمها في موضوع الفيس ريكوجنيشن. أنا خلاص بقى خرجنا من موضوع المطارات والمجرمين والحاجات الأمنية والحاجات الصعبة، وبنقول تطبيقات بسيطة جدا ممكن نستخدمها تعليميا. فإحنا بدأنا في موضوع الدخول لأنظمة التعليم الإلكتروني، وبعدين قلنا الحضور للمدرسة، حضور المدرسة. فكروا كده معايا بقى تطبيقات تانية ممكن نستخدمها. تقولي في الدردشة يا إخواني، الصوت واضح. طبعا الأنظمة زي دي عقبال ما انتوا تكتبوا محتاجة برمجة، محتاجة ان انت تعمل السيستم وتجهز قاعدة البيانات وهكذا، وهي كلها بصراحة حاجات مدفوعة، يعني مفيهاش حاجة مجانية، مش هتلاقوا حاجة مجانية، لأن فعلا البيج داتا والبيانات الكبيرة بتاعتها فعلا بتاخد جهد ووقت. يلا احنا بعد ما شرحنا بشكل مبدئي موضوع الدخول على الأنظمة، تقولي كده في الدردشة ممكن نستخدمها في ايه تاني جوه المدرسة جوه الفصل. طيب اللي مش عارف يكتب لي حتى رقم 22 كده عشان نكمل. ممتاز، في المصاعد بدل البصمة. شوف في المصاعد بدل البصمة يا احمد، يعني احنا برضو دخلنا بقى الاستخدامات العامة اللي هي ايه، فتح الأنظمة، فتح الأنظمة. إنما إحنا بنتكلم بقى إيه في داخل المدرسة. كويس، ممتاز. أو في كل الأنظمة مش بس المصاعد، البوابات الإلكترونية والحاجات دي كلها طبعا، ده التسخيمات العامة. إنما جوه المدرسة، يتطلب إتقان الوظيفة دي. خلينا أرجع لك كده معلش للخلف، لأن النقطة دي مهمة جدا، إن أنت بقى لو أنت عايز تبرمج أو تعمل الحاجات دي فعلا لازم تكون أتقنت لغة برمجية، وأهم لغات برمجية مستخدمة حاليا هم الثلاثة دول، ماتلاب والبايثون والراسبيري بي. الشرح ده هتلاقوا فيه حتى شرح الأكواد بالظبط، ماتلاب. أوكي، هتلاقوا فيه شرح بالظبط للتقنيات دي. ممتاز يا عماد، الطالب سعيد ولا خايف؟ إحنا بقى عماد جاب من الآخر، اللي هي بقى السؤال اللي أنا سألته فوق خالص، اللي هو اصلا هل انا ممكن اوصل للمرحله دي؟ ماشي، خلينا نجرب بقى. فانت لازم تكون متقن برمجه من البرمجيات السابقه وهي اللي هتقول. طيب خلونا نكمل، والمشاركه يا اخواني اخواتي الكرام مهمه جدا في السيشنات، بحيث ان احنا نبقى متفاعلين شويه يعني مع بعض. رصد الغياب ولكن مش على مستوى المدرسه، على مستوى الحصه. خلاص الولد دخل وزي الفل وحضر، بس زوغ من الحصه، مش فالمعلم بدل ما يقعد يقول ياسر فين؟ ياسر راح فين؟ فيستخدم تقنيات دي بقى هتلاقوها منتشره جدا ولها ابلكيشنات كتيره جدا. كتبت لكم انا بعض الامثله، ان هو النظام بيقول لك خلاص ادي الطلاب عندك يا معلم اهمك، انت بقى ايه صورهم صوره بجوالك او بالتليفون يعني، وبعدين الصوره دي طبعا هتتاخد كده تدخل قاعده البيانات بتاعت المدرسه، وخلاص فورا هيقول لك اللي اتصور معاك هيبقى بريزنت، والابسنت اللي هو الايه الغايب. فالتقنيه دي هتلاقوا لها امثله كتيره جدا زي الابلكيشن ده، انه على طول المعلم وهو جوه الحصه بيصور الطلاب صوره واحده، بناء بقى على قاعده البيانات اللي النظام واخدها للطلاب دول في بدايه الدراسه، هيقدر فورا يقول له من الطالب الغايب ومن الطالب الحاضر. حطيت لكم انا شويه امثله من التقنيات المستخدمه، سواء لو انتم محتاجين ابلكيشنز جاهزه كلها زي ما اتفقنا مدفوعه، او بقى انت عندك خبره في البايثون او في الراسبيري باي او في الماتلاب تقدر تبرمجها. يبقى ده رصد حضور الحصه، وده طبعا زي ما انتم شايفين بيوفر على المعلم موضوع انه يعرف مين غايب مين حاضر.
التحقق من الطالب أثناء حل الاختبار قلناها من شوية وذكرته أنت برضو تفضلاً، أنا عايز أعرف الولد أصلاً هو اللي بيحل الاختبار ولا لا. دي هتكون لها جانبين، أول حاجة الدخول على الاختبار نفسه بالضبط زي الدخول كده على النظام، بحيث أن الولد نفسه لما يجي يدخل على الواجب أو الاختبار في البيت أو في القاعة هيقول له هل أنت إبراهيم ولا أنت مش إبراهيم، فيقدر يتحقق. وبعد ما الولد خلاص أنا دخلت كإبراهيم بس داخل من البيت، تمام، انا عايز اتاكد ان هو اللي بيحل بنفسه، مفيش دخيل معاه دخل في الكادر او في الشاشه. فالحل بالتقنيه دي ان الولد طول ما هو بيحل، طبعا عشان يدخل اصلا الاختبار حتى وهو قاعد في البيت لازم يتحقق اول حاجه ان ده صورته فعلا، وبعدين بنحط له كده في التعليمات بتاعه الواجب او الاختبار المنزلي او في القاعه ان لو سمحت يا ابني خلي الكاميرا موجهه عليك طول الاختبار ده، ولو حصل وكلاسيرا طبعا ياسر يكون عارف ان ياسر بيشتغل في كلاسيرا، كلاسيرا بقى عملت التقنيه اللي هي لو في اي مستخدم وانت يا ابني بتجاوب الاختبار بتاعك، لو في اي مستخدم دخل معاك في الكادر كده الاختبار هيقفل منك. في برضو عده انظمه اشتغلت على الـ على الـ على الـ على الـ على المنظومه دي. صح صح طبعا 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 احنا ما بنتكلمش يا اخواني الكرام، ما بنتكلمش عن تقنيه ملهاش ثغرات، بس احنا بنتكلم عن فيزا، بنتكلم عن ميزه، عن خاصيه، تمام. انما احنا اتكلمنا فوق عن موضوع السلبيات، قلنا التشابه، قلنا ممكن اصلا واحد يقعد معاه بس بعيد عن الكاميرا اصلا يعني هو يقعد معاه الناحيه الثانيه، احنا ما بنتكلمش عن كده، بنتكلم عن تقنيه فيها مزايا وبتحل بعض المشاكل، ما بنتكلمش عن ان التقنيه دي لا ما فيهاش ثغرات او ما فيهاش اساليب تحايل، ثقوا تماما ان كل اي سيستم في العالم فيه اساليب للثغرات يعني. احنا بنتكلم عن تقنيه واستخداماتها التربويه، فكلامك يا عم طبعا صحيح، ولكن ده لا يمنع ان لها كمان استخدامات كثيره قد تكون مفيده. فخلونا نكمل كده الميزه دي، ان هو التحقق من الطالب اثناء حل الاختبار بنستخدم الخاصية دي سواء في الدخول على الاختبار أو كمان نتحقق إن هو ما يكونش فيه دخيل معاه أثناء حل الاختبار دخل معاه في نفس الكتاب. في أنظمة كتير جدا اشتغلت على موضوع بقى الديب ليرنينج اللي هو قياس تركيز الطلاب زي ما أنتوا ذكرتوا برضو من شوية، إن لا أنا مش عايز أدخل في موضوع إيه هو ابراهيم ولا هو مش ابراهيم، هو ياسر ولا هو مش ياسر، هو محمد ولا هو مش محمد، لا خلاص دي موضوع محسوم. انا عايز اعرف هل هو مركز ولا مش مركز، هل هو متابع ولا مش متابع، هل هو مبسوط ولا حزين. انا عايز ادخل بقى في موضوع الديب ليرنينج. طب الاول عارفين يا جماعه يعني ايه ديب ليرنينج؟ يلا اكتبوا لي كده في الدردشه اللي يعرف فيكم مفهوم التعلم العميق ديب ليرنينج، يعني ايه الديب ليرنينج اصلا؟ اكتبوا لي كده يعني ايه الديب ليرنينج الاول في الدردشه عشان بس نتاكد ان انتوا عارفين المعنى. وانا وضحته لكم شويه ان انا في المثال بتاع التحقق بالوجه لا يعني ايه ديب ليرنينج نفسه، هو علم كبير طبعا يعني مش بس على التحقق بالوجه، حاجات كتيره جدا فيها الديب ليرنينج. انا دلوقتي بحاول اعرف الديب ليرنينج، يلا مين يعرف يعني ايه ديب ليرنينج؟ احنا ذكرنا مثال اهو، يلا اكتبوا لنا. طيب اللي مش عارف برضه، بصوا يا جماعه احنا خلينا نتعلم دايما، ان انا يمكن في الجلسه دي هستفيد اكتر منكم، وان احنا كلنا بنتعلم من بعض، وان مفيش سؤال ساذج. برضه اللي مش عارف يقول يا جماعه انا مش عارف، ده بالعكس ده شيء مهم جدا عشان نتعلم، اللي عنده أي معلومة قد تكون خاطئة حتى يقولها عادي. هو الجزء الأعمق من تعلم الآلة قائم على التعلم ثم إجراءات اختبار على التعلم. طيب ممتاز. ها الآلات تتعلم صح، هو الآلات تتعلم صح. هي ما بتتعلمش. هي بتتبرمج. ممتاز. يعني إحنا يعني زي ما عماد كده بيقول الآلات تتعلم، يعني إحنا هنجيب آلة زي كاميرا زي نظام تحقق بالوجه وهنبرمجه على حاجات معينة. اوكي. ها.
استخدام الآلات والذكاء الاصطناعي كمساعد تقريبا. طيب الديب ليرنينج خلينا نقوله كده تعريف يعني غير أكاديمي، هو إن إحنا بنبرمج آلات، آلة زي الآلة اللي هو حاططها كده بتاع سيسكو ده كده، ونقول للآلة دي لو أنت شفت ملامح الوجه بتاعت الولد، هنشوفها دلوقتي حالا الولد كده، لو شفت ملامح وجهه بتبص على المعلم كده، تنظر للمعلم، معناته ان الولد ده مركز. انما لو شفت ملامح وجه الولد مثلا بتبص في الارض كده، بتبص في الارض بتاعت ارسمها ازاي، او مثلا ملتفت كده ورا، او عينه بتبص لتحت، فلازم تعرف المعلم هنا، شايفين الشاشه الصغيره اللي جنبه دي، ان ابراهيم صالح مش مركز معاك. فاحنا بنبرمج الالات بشكل عام على ان هي تساعدني في مهمه بشريه، اللي هي اصلا المفروض المعلم وهو قاعد كده يقول يا ابراهيم انت ليه مش مركز، ابراهيم انت ليه بتبص مش عارف في الشباك، حاجه زي كده. لا، هو الاله بقى دي هنبرمجها ان انت شوف حركه العين بتاعه الولد، لو العين بتاعته منخفضه كده مش مركزه مع المعلم في عين المعلم يعني، معناته ان الولد ده ايه مش مركز. ولو تفتكروا الشريحه اللي شفناها خالص، بدات الاله دي كمان تتوقع حركه الاشخاص، يعني ايه؟ يعني لو الولد ده شفايفه مثلا مائله للاعلى كده، معناته ان الولد ده مبسوط او مبتسم او سعيد، لو الولد ده حركه شفايفه بدات تبقى كده، لا معناته ان الولد ده مش مبسوط. يعني برضو تاخد كده زي ما انتم تفضلتوا من شويه، الايماءات بتاعت الاشخاص تاخدها عن طريق كاميرا موجوده عنده فوق هنا اصلا في بدايه الفصل، وتبدا تاخد الايماءات دي وتقوم محولاها للمعلم، بحيث ان انا بقى كتيتشر وانا قاعد كده هيكون عندي الشاشه دي او شاشه جانبيه احيانا، بتساعد المعلم ان هي تساعده على انه يعرف كذا. طيب ما هي الحاجات دي يا عماد بتبقى حاجات فوريه، يعني المعلم بيبقى يشرح عادي جدا، هنشوفها في الشريحه الجايه، ولكن بيكون عنده شاشه مساعده خاصه مع الاعداد الكبيره. هو ده بشكل بسيط جدا، ويمكن الفيديوهات دي نشغلها عشان الوقت معاكم في البرزنتيشن هيكون موجوده معاكم، تقدروا برضو تشوفوها وتعرفوا ازاي انا كمعلم بمنتهى السهوله وانا قاعد بشرح زي السيشن اللي احنا فيها دلوقتي، بدل مثلا انا اضطر اطرح سؤال عام او ابص على الناس كلهم، لا انا ممكن ابص على الشاشه اقول نسبه المركزين قد ايه ونسبه المش مركزين قد ايه. اول ده طبعا كان قياس التركيز الفردي، ان انا عايز اشوف كل واحد عندي في الفصل بيركز قد ايه، وزي ما شفتوا السيكونس بيتم بالشكل ده، ان هو بيبدا يبص على حركه الولد، يشوف مثلا خلينا نمسح بقى الشرح اللي عملناه ده، يبدا بقى يشوف حركه الولد، يخمن بناء على التعبيرات بتاعت وشه، هل هو بيبص للارض، هل هو بيبص، هل هو مبتسم، هل، ويبدا يدخلها بقى في الخوارزميه بتاعته اللي اتفقنا ان احنا نبنيها باي بناء، ويبدا يحللها، ويبدا المعلم بقى من عنده من على الشاشه تطلع له الريزلت بتاعته عادي. يبقى المعلم بدل ما هو مركز كده مع القاعه، لا ممكن يركز مع الشاشه دي، هتكون شاشه رقميه افضل ليه. تمام، وبعض الانظمه بتحددها بوقت معين، ممكن مثلا ياخد لقطه للطلاب كل 30 ثانيه، كل دقيقه، كل 10 ثواني، وهكذا. لو الامور واضحه يا جماعه اكتبوا لي رقم 7. نخلص على وشك، نخلص ونسمع اسئلتكم ان شاء الله. الشريحه اللي فاتت دي هنا في الزاويه ديت النظام انا فعلا اشتغلت عليه في السعوديه، ويمكن ياسر او الشباب الاستاذ ياسر برضو، ياسر صلاح وياسر قحطان اشتغلوا عليه، موجود على فكره في السعوديه، موجود في قاعات اسمها مشروع سيسكو. شوفوا هنا ادي الكاميرات الموجوده، ويبدا الطلاب هم قاعدين، الكاميرات دي اصلا عماله تصورهم، وبيكون جنبها هنا، هحاول انا ارفع لكم فيديو خاص بيها، جنبها هنا في كده شاشه خاصه للمعلم. المعلم هو بيشرح بس بيبص على الشاشه كده. فبيبدا يعرف مثلا ان الولد ده مركز او الولد ده كذا. ناجحه جدا، وانا جربتها بصراحه هنا في السعوديه او في سيسكو معروف، هو اصلا الراجل ده بيشرحها، بس دي احدث شويه من الموجود حاليا. دي الكاميرات بتاعتها، شوفوا فين؟ صغيره كده. الكاميرات دي كمان بتلف كده بزاويه يمكن بتوصل 180 درجه، فبتساعد ايه؟ على الموضوع ده. انا بقول لكم التقنيه دي محتاجه تكلفه، مش تقنيه مجانيه، ممكن بقى بالراسبري باي والحاجات دي تظبطوها،
ولكن محتاجة برضه. طيب لا، انت في المرة اللي فاتت دي عملت قياس تركيز فردي، يعني عرفت ياسر مركز ولا لا، ابراهيم مركز ولا لا. ده انا عايز اعرف جماعي زي كده ما عماد قال. ده انت كده بتشتتني اصلا، هو انا اعمل ايه كمعلم؟ ده انا كده هقعد بقى ابص على الشاشة. صح، انا عايز وسيلة تساعدني على قياس التركيز الجماعي. انا ما يهمنيش ان واحد او اتنين ما يكونوش مركزين، لا انا عايز اوجه المعلم اقول له على فكرة في طلاب مش مركزين. انت مش ملغى، انت اصلا الفروق الفرديه دي عباره عن ايه؟ ان انت مش مطالب ان انت تخلي كل طالب يركز، والا انا كمان هتشتت. ده انا عايزك قياس التركيز الجماعي. كتير جدا برضو من التطبيقات اشتغلت على الموضوع ده، ان انت لا انا مش عايز اخد واحد واحد، انا عايز اخد المجموع كله واقول لك يا معلم خد بالك ان في طلاب مش مركزين. احنا بقينا ان شاء الله حوالي 5 دقايق ونخلص، يمكن دي تكون الشريحه الاخيره او قبل الاخيره، وندي فرصه ان شاء الله الدكتور محمد يتدخل معانا. ايوه، شفتوا الشاب الجميل ده؟ عارفين مين الشاب الجميل ده؟ مصورها بس الجمعه بالصبح، كنت لسه صاحي من النوم. مين الشاب الجميل ده؟ تعرفوه؟ تعرفه يا ياسر؟ قبل ما تكتبوا مين هو اقول لكم، ده برضو ده برضو جزاكم الله خير، ده برضو احدى التقنيات اللي احنا عملناها في كلاسيرا، يمكن ياسر يعني مطلع عليها اكتر. ان انت هنا اصلا، انا بس مصورها في البيت وعشان كده طلعت لوحدي، انا بحب دايما استاسر بكل حاجه. هنا اصلا المفروض يبان للمعلم كل فصله مش بس ده، عشان كده اصلا بيقول له هو هنا الديتكت بتاعك واحد، شفتوها هنا اهي في الحته دي. ويبدا بقى على حسب زاويه رؤيه الاطفال دول او الطلاب دول، لو هم كلما كانوا مركزين مع المعلم هتلاقي الكيرف ده عالي كده شويه كده كده كده. فوق هنا تطلع له شاشه بالاخضر، يمكن اتقطعت معايا وانا بقصها، ان ايه؟ ما ممتاز الطلاب مركزين معاك. طيب لو في طالب مهمل زي الولد ده كده مش مركز او نسبه معينه مش مركز، بصوا بقى هتلاقوا العداد بدا ينخفض. تمام؟ دي زي ما يمكن عمرو قال من شويه، دي هتوفر شويه تشتت المعلم، هتقول له على فكره انت مش عارف إيه، انت لازم، انت خلاص نسبه كبيره من الطلاب بتوعك بداوا يتشتتوا منك، انت لازم تتبع انشطه تانية او تحاول كذا. التقنيه دي اللي موجوده في كلاسيرا بتعتمد على حركه البصر زي ما انتم شايفين، البصر لتحت وهكذا. في بقى تحديثات حصلت كتيره في موضوع ايه؟ الوجه والعلامات والابتسامات، البنت اللي بتضحك دي اكيد مبسوطه، اللي قاعده دي بتبص لتحت مشتته وهكذا. جزاكم الله خير. ممتاز. فهي دي التقنيه اللي يمكن بدات شركات كتيره تشتغل عليها، سواء كانت كلاسيرا او غير كلاسيرا، وبتعتمد على قياس التركيز الجماعي. لو واضحه الامور يا جماعه اكتبوا لي رقم 5. انا اعتقد ان انا يعني اقول مثلا المستقبل، مستقبل ال الله اكبر بقى. نسمع بس الاذان واكتبوا لنا اي سؤال كده لو في اي حاجه لحد من دي الشريحه الاخيره تقريبا. اكتبوا لنا اي سؤال يا اخواني. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. تبنى أي سؤال تكرمه؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فاكرين أول شريحة قلتها لكم؟ هل انا ممكن اوصل لمرحله ان انا اقدر اعرف حاله كل طالب؟ المبسوط، مش مبسوط، السعيد، الانطوائي، الحزين، الحاجات دي، كل الحاجات دي هي التقنيه الحديثه بقى اللي شغاله عليها كل الشركات. ان هي لا، انا عايزه مستوى اعمق من التفاعل مع الناس، عايزه مستوى اعمق في التركيز، عايزه مستوى اعمق في تحليل الشخصيه وهكذا. فكل الحاجات دي التقنيات اللي شغاله عليها الشركات والعالم كله في موضوع الديب ليرنينج الخاص بالتحقق بالوجه. انا كده خلصت، شكرا لكم جميعا. دي كمان وسائل التواصل الخاصه بيا اللي حابب يتواصل معايا لاي سبب.
كده بقينا حوالي 5 دقايق او 6 دقايق. الشباب من الايمرج لو عندهم اي مداخله، انا برضو هتابع الدردشه، لو في اي سؤال كده عندكم هرد عليه. شكرا الأخ العزيز إبراهيم صالح، لك كل الشكر والتقدير، وجميع حضوركم كل الشكر والتقدير. في البداية في بعض الأسئلة، لو في أي سؤال من الأصدقاء أو المشاركين يتفضل السؤال. يكتبوه في الدردشة أحسن. تمام يا فندم، اكتبوه في الدردشة. تاني حاجة، بالنسبة لبعض الكلام لبعض الناس اللي هم كانوا بيقولوا إن عاوزين يشوفوا السيشن، فات جزء منها، لأن في أصلا الإنترنت كان في مشكلة النهاردة بسبب الجو السيء شوية في مصر. في بعض الأحيان الشبكة كانت بتروح وتاجي. الفيديو ده بيتم تسجيله مباشرة وبيتم عرضه على قناة اليوتيوب الخاصة بإيميرج أفريكا، وده الرابط اللي أنا نشرته لحضراتكم. تمام. في رجاء لجميع المشاركين، يا ريت بعد إذن حضراتكم، إحنا بنطمع إن أنتوا تقيموا الورشة بحيث إن إحنا نقدر نوصل لأحسن يعني جودة في التدريب، وده الرابط الخاص بتقييم الورشة. وكمان اللي حابب يشارك معانا ويبقى موجود معانا على الجروب على الفيسبوك، ده الرابط الخاص بالجروب بتاعنا بتاع ايميرج افريكا. وكمان الرابط الخاص بتاعنا اللي هي الموقع بالعربي اللي بيبقى عليه الاحداث، كل الاحداث اللي بتحصل الجديدة في اللغة العربية. واحنا محتاجين من حضراتكم ده كمان، ان بحيث ان اي حد حابب ان هو يشوف المحاضرات اللي باللغه الانجليزيه او اي ايفنت بنعمله باللغه الانجليزيه موجود، وده الرابط بتاعنا. واي سؤال او اي استفسار احنا تحت امركم في ايميرج افريكا، ولكم كل التحيه والتقدير. كمان الاخ العزيز استاذ ابراهيم صالح، لك كل شكر وتقدير. يعني جزاك الله خير يا دكتور محمد. بس شفت انا الروابط بتاعتي عاملها كيو ار، انت الروابط بتاعتك بتنسخها وتلزقها. يا الله تبقى في فرصه نعمل كده سيشن بسيطه عن كيو ار. طيب خليني ارد يا جماعه الاسئله كده بشكل سريع، واللي اشوفها بقى من الاول، وانتوا اللي عنده اي سؤال يكتب الله يرضى عليكم. الجدوى التعليميه لهذه التقنيه هل تراها كبيره في الوقت الحالي؟ احنا من تجربتنا سواء في كلاسيرا او سواء في عده مشاريع اخرى زي سيسكو، التقنيه جيده جيده وفعلا بتساعد مع المعلم، سواء في جانبيها اللي هو الجانب الاداري اللي هو رصد الغياب والحضور، ابراهيم حضر ولا ما حضرش، او عايز يفوت على السيستم قال مش عارف يشوف. ده بصراحه فوائدها انا شايفها جيده جدا. الفوائد الخاصه بقى بموضوع المتابعه والتشتت اعتقد ان هي جيده برضو، ويتم تطويرها بشكل كبير. السيشن مسجله، اكيد مسجله. ايش احتاج؟ ممكن احتاج كمعلم لو انت شغال على بوابه المستقبل او كلاسيرا يا استاذ عماد، اعتقد ان انت في بوابه المستقبل، الخدمات دي كلها موجوده في بوابه المستقبل على فكره، ممكن تستفيد منها سواء لو انت كمعلم عايز تقيس تركيز الطلاب، او سواء عايز تشوف الولد ده هو اللي حضر الاختبار ولا لا، او تسجيل الدخول طبعا مرتبط بنور، فمش هتلاقي الخدمه دي موجوده عندك. انما لو انت خارج بوابه المستقبل يعني، او عايز تستخدمها، كل الخدمات دي لو تقدر تنفذها محتاج حد بقى يشتغل معاك في البرمجه علشان تقدر تبرمجها، ومحتاج كمان وانت في قاعه المدرسه لو عايز تعمل حاجه زي التركيز او الحاجات دي كلها، محتاج كمان بعض التقنيات الفعليه، ممكن نعمل لها سيشن ثانيه ان شاء الله، او مع الشباب بقى ممكن نرد، او مع التواصل المباشر بتاعك. المحاضره مسجله اكيد، سبوره بهذه الميزه مش عارف، افضل برامج مفيش برامج مجانيه يا احمد للتقنيه دي بصراحه. يعني التقنيه دي كلها بتعتمد على انك بتسحب على الوجه، في بعض اصل انت اصلا يا احمد بتعتمد التقنيه دي على ايه؟ انك بتبني داتا بيز اصلا. فبناء الداتا بيز ده نفسه مرتبط بقى باللوج انات الكتيره والحاجات دي كلها، فمفيش مش هتلاقي برامج مجانيه توفي لك الا برامج بقى الترفيه زي الفيس اب والحاجات دي كلها، ودي اصلا حاجات مش علميه، حاجات كده ترفيهيه. انما لو انت عايز تستخدمها في مجال التقنيات التعليم، مش هتلاقي بعض البرمجيات اللي تديك الخدمه دي، لانها اصلا الكوست بتاعها عالي جدا. شكرا لحضرتك والقائمين طبعا، شكرا جزيلا للايمرج ولحضراتكم والشباب كلهم. ممكن نوظف التقنيات في التعلم العميق في مجال الطب والتحاليل والاشعه؟ طبعا طبعا يا احمد، ولكن دي محتاجه يمكن سيشن ثانيه، او محتاجه تتواصل معايا عن طريق اي وسيله تواصل من دول ونتكلم فيها ان شاء الله. اسم البرنامج في سيسكو، اسم البرنامج في سيسكو اسمه فيديو كونفرنس على ما اظن، ولكن يا استاذ عماد هو موجود في كل المملكه، اسمه في المملكه اسمه المدرسه الافتراضيه، المشروع نفسه. ف
فانت اسم المدرسه الافتراضيه او سيسكو فيديو كونفرنس. كمان قناه التليجرام، موجود قناتي في التليجرام هتلاقوها على اليوتيوب معلش، او على تويتر. غير موجوده في بوابه المستقبل؟ لا موجوده، تدفع كام اوريها لك. موجوده لو انت دخلت كتيتشر هتلاقيها على اليمين كده، اللي هي قياس تركيز الطلاب. كانت هناك ايقونه واختفت، يمكن فيها شويه تحديثات. طيب خلينا نتكلم ان شاء الله بعد السيشن ونشوف مع الشباب، او يمكن ياسر يفيدنا في الموضوع. انا شيكت عليها، يمكن فيها شويه تحديثات. البرامج حتى لو كانت مدفوعه، انا زي ما قلت لكم في كل شريحه من الشرائح دي يا استاذ عماد انا حطيت لكم الريفرنس او المرجعيات الخاصه بيها، او انت ممكن حتى تبحث عنها على الانترنت او تتواصل معايا على اي وسيله تواصل من دول، وانا احاول اوضح لكم بعض الحاجات الخاصه بيها. واحنا يا اخواني بس في الورشه البسيطه لمده ساعه دي حاولنا ناخد كده مقدمه او اوفر فيو او حاجه عامه جدا، انما اللي عايز بقى يتعمق فيها وشايفها ممكن تكون فعاله وشايف ان هو قادر يطبقها، بالعكس يساعدنا ان شاء الله نعمل سيشن ثانيه او تتواصلوا معايا ان شاء الله. لو ما فيش، شوفوا انا خلصت ان تايم، خلصت بالظبط. انا كده خلصت يا اخواني الكرام. لو الدكتور محمد او الشباب يختموا. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. تاني مره اخرى عشان كده احنا بنطلب منكم التقييم، عشان ان شاء الله نقدر نخدمكم باي حاجه جديده انتوا عايزينها باذن الله. كل شكر وتقدير من ايمرج افريكا، وكل ترحيب ليكم في اي وقت. احنا معاكم التليجرام الخاص بينا، معاكم الفيسبوك، معاكم الجروب بتاعنا، معاكم كل حاجه. احنا تحت امر حضراتكم. اليوتيوب تشانل اي حد عاوز يشير بيها براحته، احنا موجودين تحت امر حضراتكم فعلا. شكرا ليكم وكل شكر وتقدير. كل شكرا للاستاذ ابراهيم صالح. ونلغي، وهن حاليا هنقفل السيشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.